السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم مصطفى جيمنج. طبعا يا شباب النهارده هنلعب لعبه ماينكرافت. فطبعا يا شباب احنا اخيرا يا جماعه رجعنا في سلسله ماينكرافت يا جماعه اخيرا، فانا مش انسى في اللعبه دي يا جماعه ان شاء الله. بس طبعا يا جماعه النهارده في التحدي معانا يا جماعه، وهي ازرق واصفر، ما فيش المسهم ازرق واخضر، ازرق واصفر اخضر يعني. طبعا يا جماعه تحدي قولوا لي طبعا لبسي ازرق، فمش هتحسب، مش هتحسب طبعا، مش هتحسب خالص. بس قبل ما تيجي تعملوا اشتراك ولايك وتفعيل الجرس، فلو انت عملت اشتراك تبقى شيء جديد في القناه. بس عايز اقول لكم حاجه، ان دي طبعا في الكمبيوتر، فالعبها الكمبيوتر مش التليفون خالص. فطبعا مش هقول كل ده يا جماعه الحكايه دي. يلا خلينا نبتدي. اوكي يا جماعه، وجعت طبعا عشان اجمع خشب طبعا. فلو عجبكم فيديو ده طبعا يا جماعه هتوصل لي طبعا 10 لايك. فا ايوه طبعا، فانا عايز توصل لي 10 لايك. انا مش عارف ليه. ايه الشجره دي؟ ايه الشجره الطويله دي يا عم؟ اي يا عم الشجره دي يا عم؟ اجمع 5 وخلاص ولا 6؟ يلا هنجمع 6. اوكي، وطبعا انت انا نسيت طبعا الهدف طبعا اني الاقي فحم. فطبعا فبس يلا خلينا نعمل حاجات دول طبعا يا شباب، عشان نعمل كرافتنج تيبل. فعملنا كرافتنج تيبل طبعا عشان اعمل بيكاكس وكده. طبعا انا اهم حاجه اعمل اكس وبيكاكس بس، عشان اعرف اعمل اجيب فحم طبعا. يلا طبعا امن اظبط حاجات كده يا شباب، وطبعا اجي لكم طبعا لو حطيت الخشب، يعني قصدي كرافتنج تيبل يا عم، كرافتنج تيبل. ايوه كرافتنج تيبل. اجيب البيكاكس واكس وارجعكم تاني يا شباب. اوكي يا شباب، رجعتكم تاني. فنكسر كرافتنج تيبل، فهنلاقي فحم يا عم. نكسر يا عم برضه تاني اخيرا. اوكي يلا بقى هنلاقي فحم. بس نسيت حاجه، المفروض اعمل سكين، بس اهم حاجه اضرب بالايدي. فيلا تعالى تعالى يا اخي، تعالى يا اخي. انا عايز لما ابقى جعان طبعا كده يا جماعه. انا والله انا غبي طبعا، انا غبي طبعا. ما جبتش ليه سكينه؟ بس ما جبتش، حرام والله حرام. بس يلا احنا ضربنا اتنين ماشي، اهم حاجه عشان ابقى جعان. اوكي ندور بقى الكهف. انا جايز طبعا لازم ادور كهف. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ استنى لو سمحت، هو ليه خشب وحده كده بس؟ يعني حرام يعني. استنى لحظة واحدة، ده كل مية. اوبا نسيت احدد خالص. اوه ايه اللي هناك ده؟ مين هناك ده؟ بض اصفر كده. فيلا نطلع. فخد بالي يا شباب دي مية، كنت اوقع حتى وقعة. هنا في فحم ده على فكرة، انا متأكد يعني في فحم تحت في مية، ممكن عادي. اوكي خد بالنا يا شباب، الولد ده طبعا في ولد اصفر فحم. فحم هنا، ولكن مينفعش اجيبها طبعا طبعا. ايه مينفعش اجيبها فحم؟ حرام اجيبها فحم دي ازاي يا جماعة؟ حرام دي في اربعة، يا خسارة. فضل في كهف تاني، حرام. ايه ليه عالم كده بس؟ يعني عالم مية بس مفيش اصفر. بس احنا لقينا من الاول وردة اصفر. اوكي 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 مينفعش اوجع طبعا طبعا، مينفعش اوجع. يلا بس يلا. اوكي انا بقى نفسي، انا نفسي بالظبط انا وقعت ازاي. اوكي اوكي انا ممكن ان شاء الله ممكن اعمل لكم تحدي انه ما فيهاش المس نور ابيض عادي. اوه بعيد، انا بعيد جعان الحمد لله. ها فحم فحم. حرام حرام انا جعان خلاص يا باي. فاضل لي ده بس. ايه ده؟ ده بيطير كده بس؟ انا مش فاهم، انا مش فاهم انا العالم فين بقى النهارده. بس يلا اهم حاجه انت تعالى تعالى بس تعالى يا جماعة، أنا عايز ألاقي فحم بقى. يا عم أنت فينك أنت تاني؟ يا عم اديني فخة بس.
اكله. اوكي لا هينقص هينقص يا عم، مش مشكلة يا عم، بس يلا اهم حاجة لازم ندور فحم، احنا مش خالص هنلاقينا فحم طبعا، بس ايه في مية طبعا مينفعش، ما انا بقول لكم يا جماعة فحم في مية ممكن عادي. يا نهار اسود، ايه المية دي حجمها كبيرة دي يا عم، ايه المية كتير دي. نسيت حاجة، لو جحت مية ده كده اخسر، فاحنا خد بالنا يا شباب، علشان بص كل ده مية يا جماعة، فاحنا مش عارفين يا جماعة هنجيب ازاي فحم. وطبعا المشكلة طبعا مصيبة اني بالليل، يعني بالليل يعني يجي فيكون زومبي وكده، فطبعا جعان طبعا يا بوي. اوكي انا مش عارف اعمل ايه بالظبط عشان مش بلاقي فحم، يعني دي بتاخد وقت طويل 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 يا عم. اوعى اوعى. اوكي ولا اي حاجة برضو دي كمان، يا نهار اسود في برضه هناك. اوكي اوه يكون فحم، لا بس دمه يا خسارة. هنعمل ايه يا شباب، هنعمل ايه هنعمل ايه، عايزين نعمل خطة يا جماعة، مينفعش كده. بس انا خايف طبعا اروح المية دول، انا متأكد في فحم هنا ممكن عادي، فحم فحم في فحم، مفيش فحم هنا، مفيش فحم هنا. روح ازاي كهف ده، والله ايه الكهفين، بس جواها مية، لا بس مية بس مية. لا يا جماعة احنا مش عارفين ازاي نروح الكهف، يا عم انت كاتب انت في حاجة. اوكي طبعا في اصفر طبعا، لا في اصفر برضو، في اصفر برضو، كله اصفر كله مية. ليه ليه هو اقدر اعرف اني اروح الكهف ده عشان انا جعان. طب استنى بس عشان نعرف نروح الكهف ده، فين الكهف ده يا طه يا خسارة. اوه كهف كهف ايرون، يا فحم فحم فحم، والله عظيم والله عظيم فحم، الله الله يا جماعة فحم، اخدت فحم. الحمد لله ما بطش، لو بط انا خلاص خسرت ولا ايه يعني، بس الحمد لله لقينا فحم. بس كده يكون فيديو خلاص، اتمنى لو عجبكم يا شباب دوسوا لايك واشتراك. طبعا التحدي فعلا صعب جدا عشان مش اعرف اجيب فحم طبعا، فطبعا يا جماعه يكون فيديو خلاص، اتمنى لو عجبكم دوسوا لايك واشتراك فتفعيل الجرس، فلو عجبكم يعني، فيلا سلام.